كمان سامح شكري في كلمته دعا لعدم الانتقائية في العلاقات بين الدول، وأنها لابد أن تكون متسقة مع قواعد العلاقات الدولية، وما يكونش في تعامل بمعايير مزدوجة من أجل تحقيق مصالح ضيقة وذاتية على حساب هذه المبادئ. كمان قال أن مصر بتسعى لتدعيم العلاقة في الإطار الثلاثي اللي بيجمع مصر مع اليونان وقبرص لتحقيق مصالح شعوب هذه الدول. جزء آخر من كلمة وزير الخارجية، خلونا نتابع. ونزكي دائما بعدم الانتقائية، بأنه لابد أن تكون هذه المبادئ مبادئ متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة، مع قواعد العلاقات الدولية فيما بين دول ذات سيادة، وألا يتم التعامل مع هذه المبادئ بمنظور انتقائي بمعايير مزدوجة تعمل على تحقيق مصالح ضيقة، مصالح ذاتية على حساب هذه المبادئ. لابد أن يكون هناك احترام كامل لكافة المبادئ الدولية وكافة القيم المشتركة، وعدم توظيفها لأغراض ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، والتخلي عن هذه المبادئ وفقا لانتقائية تطبيقها. نحن نسعى إلى تدعيم العلاقة فيما بين الإطار الثلاثي الذي يجمع اليونان وقبرص مع دولنا، وأن نعمل على توسيع رقعة التعاون فيما بيننا من أجل تحقيق مصالح شعوبنا في كافة المجالات. كذلك هناك تحديات عديدة سياسية واقتصادية صحية كما هو واضح من جائحة الكورونا، نحن قدرتنا على مواجهتها تتضاعف عندما نواجهها بالتعاون فيما بيننا من خلال التكامل المتواجد لدي كل من دولنا، والعمل هذا المشترك الهدف منه هو تعزيز قدرتنا على مواجهة هذه التحديات، وليس موجه لأي طرف يعمل أيضا في إطار تحقيق الاستقرار والعمل وفقا لقواعد القانون الدولي.